افتتح سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري مساء اليوم معرض البحرين الدولي للحدائق الذي أقيم تحت شعار الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وأشار سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بالدور الذي تبذله المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل تطوير المعرض وإبراز جهود البحرين في جعل الزراعة كأحدى المقومات الأساسية للتنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة، منوها سموه بتكاتف جهود العديد من المؤسسات على اختلاف تخصصاتها وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، حيث بذلوا طاقاتهم ليكون المعرض جاذبا للزائرين ومرجعا متخصصا للمهتمين بالزراعة ومنصة للترويج والتعريف بأهم الابتكارات والتجارب التي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل الزراعي واعتباره مجالا واعدا للتخصص والاستثمار. ولدى تفقده لأجنحة المعرض، نوه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أن الزراعة تخصص واعد لمهن عديدة في المستقبل في ضوء ما نلمسه في المملكة من تطور ملحوظ في مستوى المشاريع الزراعية المشاركة في المعرض، مشددا سموه على ضرورة الاستفادة من هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع لما لها من فائدة على القطاع الزراعي وفي مختلف مناطق البحرين، داعيا المؤسسات التعليمية لتكريس ثقافة الزراعة كعلم وتخصص وتوضيح فرص العمل والخيارات المتاحة بعد التخرج. هذا وتفضل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بتدشين مشروعين لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهما تقرير رصد التقدم المحرز نحو تنفيذ غايات ومؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المملكة الذي يعد الإصدار الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويأتي في إطار الالتزام الكامل من مملكة البحرين بالأجندة والتوجهات التنموية الدولية ومن منطلق الإيمان بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه المياه وخدمات الصرف الصحي ضمن خطط التنمية الشاملة، إلى جانب مشروع خرائط التربة والذي يهدف إلى إنتاج خرائط للتربة والخصائص الزراعية لها وإجراء الأبحاث والدراسات مع تحديد المناطق الجيدة للزراعة وتوفير خرائط التربة للجهات الحكومية عن طريق منصة قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية. كما تفضل سموه بتكريم الفائزين بمسابقة نادي البحرين للحدائق، هذا ويستقطب المعرض هذا العام حوالي 170 عارضا على مساحة تبلغ 7000 متر مربع، كما ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات المتخصصة في المجال الزراعي من مختلف دول العالم. ويركز معرض هذا العام على الجناح العالمي من حيث الاهتمام بالزراعة كخيار مهني طموح لتلبية الطلب المتزايد على الخبراء الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة خاصة في مجال التكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة.
نقرأ نجاح المعرض بتكرار عودة المشاركين فيه، ونقرأ نجاح المعرض بنمو المشاركين اللي فيه. يعني أنا سعيدة بالنتائج اللي تحققت إلى الآن، لأن على مر السنوات شركات صغيرة أطلقت خدماتها من خلال معرض البحرين الدولي للحدائق، وردت ياتنا في السنوات التالية في مساحات أكبر وبنجاح أكبر، وما زالوا معنا إلى اليوم. هذه المنصة أصبحت منصة قوية للتنمية الزراعية، وأصبحت منصة قوية لتحفيز الناس للاستثمار في الزراعة، وأصبحت منصة قوية لبث الوعي عن أهمية الزراعة. فالقاعة اللي مخصصة للتوعية اللي هي القاعة رقم 2، اللي فيها المشاركات من المؤسسات الرسمية والمؤسسات التعليمية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، غنية بالتجارب، غنية بالمعلومات. فهناك الكثير اللي ممكن الشخص يتعلمه من خلال زيارته لمعرض البحرين الدولي للحدائق.